نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي. تضمن تدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العمليتي في مسرح العمليات البحرية المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر.